الواد يستلعوش فيكم. أحلام عزة الدم سلمها للراية. أحلام عزة الدم سلمها للراية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في التفاصيل، نذكر مشاهدينا الكرام أن تردد قناة الرافدين الجديد كما ظاهر على الشاشة الآن هو 1727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم مشاهدينا الكرام نتكلم عن موضوع الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق وقضية الديون المتراكمة على حكومات ما بعد الاحتلال وعلى حكومة مصطفى الكاظمي الحالية، وكيف يتعامل مصطفى الكاظمي مع الوضع القائم الآن بالعراق فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية. طبعا هو أجرى مجموعة من التغييرات بالمناصب الإدارية في قطاع المال والاقتصاد بشكل عام في العراق. دعونا نتكلم أيضا عن خلفية هذه الشخصيات التي غيرها مصطفى الكاظمي، جاء بها إلى هذه المناصب، وأيضا انتماءاتهم طبعا وارتباطاتهم، وأيضا موضوع التدوير الحاصل الآن في العملية السياسية من قبل حكومة الكاظمي، وهل هذا التدوير هو ينفع الحكومة بشكل عام؟ هل سيغير أو سيؤثر بالشكل الإيجابي على القطاع الاقتصادي بشكل عام والمالي بشكل خاص في العراق؟ هذا الموضوع نتحدث به اليوم. شنو رأيكم بأداء حكومة مصطفى الكاظمي بما يتعلق بالأزمة الاقتصادية حتى اللحظة؟ هل قدر يغير؟ هل قدر يصلح؟ صار له أكثر من 4 أشهر بالمنصب، هل قدر يحقق شيء مختلف عن ما من سبقوه من الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال؟ هذه النقاط نتحدث بها اليوم طبعا، ونبدأ من أول الأخبار المتعلقة بهذا الموضوع. من إقرار الحكومة لموازنة 2020 قامت بإرسالها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها. طبعا المتحدث باسم مصطفى الكاظمي هون من حجم العجز المالي بالقول أن مشاكلها ستعالج بموازنة العام المقبل، وكان الأمور بسيطة يعني بالنسبة لهذه الشخصيات الموجودة بالحكومة. الرئيس لجنة أو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري قال أن الاستعانة باحتياطي البنك المركزي ستؤدي إلى انهيار الدينار العراقي، وأشار إلى أن عدم تمرير الموازنة وفيها الاقتراض الداخلي فلن تستطيع الحكومة دفع رواتب هذا الشهر أو رواتب الشهر القادم. أكد الجبوري أن موازنة 2020 لن تعود بالفائدة على البلاد لافتقارها للأبعاد الاقتصادية التي من الممكن أن تعالج الأزمة المالية في العراق. اللجنة المالية النيابية كشفت أن أكثر من 124 مليار دولار هو حجم الديون الخارجية والداخلية والمتأخرة على العراق، 124 مليار دولار. عضو اللجنة نائب محمد صاحب الدراجي قال إن الموازنة العامة لعام 2020 ستكون بالمجمل لرواتب الموظفين وتشغيلية خاصة للنفقات الحكومية الضرورية لا غير. أضاف الدراجي أنه في ظل فوضى الأرقام للموازنة فإن الدين الخارجي بلغ نحو
69 مليار دولار أمريكي، فضلا عن نحو 36 مليار دولار هو حجم الدين الداخلي للحكومة، ونحو 16 مليار دولار ضمانات خارجية وداخلية، بينما بلغت متأخرات المستحقات على الدولة 4 مليارات دولار. شلون وصل العراق إلى هذا المستوى؟ بلد المليارات اللي الميزانيات أو الموازنات اللي أقرت من 2003 ولغاية 2019 ما عدا سنة 2014 بلغت أكثر من تريليون و117 مليار دولار. هاي الأموال وين راحت لنوصل الآن إلى مرحلة أنه إحنا مديونين؟ العراق بلد مديون، العراق بلد مقترب من الإفلاس، من إعلان إفلاسه، لأن السياسات الخاطئة تستمر بالقطاع الاقتصادي. شلون وصل العراق إلى هذه النقطة من الانهيار الاقتصادي لدرجة أنه مدى يقدر يدفع رواتب الموظفين، تأخير بالرواتب، هناك ديون داخلية، ديون خارجية، وهناك ضمانات ب 16 مليار دولار داخلية وخارجية. هاي الضمانات وكل هذه القروض عليها فوائد، إن لم تسدد هي دا تتراكم مرة بعد مرة على الحكومة وعلى خزينة الدولة. من معنا الآن؟ السيد أبو مصطفى من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حيا أستاذ محمد. بالنسبة للعراق يوصل أكثر وأكثر إذا بقت هاي الطخمة الطاغية بالعراق. نعم. لو نقرأ التاريخ، نرجع إلى تاريخ مصر في حكم الخديوي توفيق، أغرقوا الاستعمار آنذاك، أغرقوا بالديون لكي يسيطروا عليه سيطرة كاملة. طيب. لكن قبل الاستعمار كان واحد من جهة واحدة، هسع العراق عدة استعمارات، يعني مو واحد واثنين. نعم. رجع على المجوس والصهاينة والأمريكان وكل الدول الباقية المرتزقة كلهم يسرقون هذه الأموال بنفسه في مو الحكومة، هذه العصابة اللي جابوهم الاحتلال، هم أيضا هذول أرباب الاحتلال، هذول اللي يسرقون، يعني كل توسع بالمليارات يحشون، ما يحشون بالملايين، مليارات الدولارات. طيب هاي منين جابوها؟ هو كان مقدي، بيع سبح، كان عامل، كان صانع مطعم، منين جابها؟ من أين لك هذا؟ قبل إحنا كنا نذكر حكومة صدام عشان الله يرحمه، كان يقولون من أين لك هذا؟ كان يحاسبون الشخص اللي يصير. طيب يعني إحنا دائما نقول بأنه الحكومة السابقة، حكومة النظام السابق انتهت وراحت بما لها وما عليها. اليوم هم من 2003 حكومات ما بعد الاحتلال اجت وعدت العراقيين بالرخاء الاقتصادي والتنعم بالثروات. إحنا دنقول إنه هم ديقولون النظام السابق وسيئاته ودكتاتور وعيش الشعب بالجوع والفقر. الآن شنو وضع العراقيين طيب في حكمهم في زمنهم؟ أسوأ أستاذ محمد، والله العظيم، والله الذي لا إله إلا هو، وإحنا بليل وإحنا مؤمنين إن شاء الله ومش مسلمين. والله الحصار من صرع العراق، صدام حسين تصرع الحصار بس سنة واحدة. شو بدي أقول أبو مصطفى، حتى لا نظل نعيد بالسابق، إحنا السابق الكل. أبو مصطفى حضرتك رجال واعي وكبير، وأيضا تعرف أنت عشت الفترة، اللي صار صار، احنا خلصنا من هذا الموضوع. هسه احنا بدنا نحكي بالفتره اللي بعد 2003. كلمني عنها، ايش قدموا من رخاء اقتصادي للعراقيين؟ نعم، اليوم ما يجور في العراق كل شركات، حتى ابسط موظف في الدوائر الدوليه الا ما رحم ربي. هناك بعض الموظفين المؤمنين اللي يخافون الله هم اللي ذولا، لكن لا يعني ما لهم اي دور بالدوائر. كليتهم اللي مسؤولين اليوم من 2003 كليتهم يسرقون، بما فيه الكاظمي اليوم يدور يمنا ويسرق، كله كذب لعب حذقون المسلمين. احنا العراقيين، انا اقول مرارا، قلت على ذاعتكم وغير ذاعه، العراق اليوم بس تبديل الوجوه من المناصب، من هذا المنصب على المنصب، هذول كليتهم حراميه، سنتهم وشيعتهم. لكن احنا بالنسبه للسنه احنا مشردين لحد الان. احنا ما نقدر نحكي لنا ويا شرطي بسيط، كليتنا يعتبرونا دواعش. الأكراد والميليشيات الشيعية مول الإيران، هذا اللي يدور علينا. طيب. الكرة بقت في ساحة الأخوان الشيعة، الشيعة اليوم عايزين يضربوهم برج وبنجوهم، والثورة تقريبا خمدت. هذه فيها ملاعيب، لكن هم اليوم انتظروا السلاح اللي يسحبوه من العشائر، خافوا من ثورة بالسلاح. طيب أنا نعم، وصلت فكرتك أبو مصطفى، وصلت. أولا طبعا عندي تحفظات على اللي تفضلت به،
موضوع السلاح هو موضوع اصلا مرفوض من ثوار تشرين، واللجنه المنظمه للتظاهرات طلعت ببيان واضح وقالت بانه ثورتنا سلميه، ثورتنا ما راح تنجر الى التسليح، ما راح تنجر الى حمل السلاح، لان هذا الموضوع هذا اللي تريده الحكومه والميليشيات والاحزاب، يريدون جر الثوره للسلاح حتى يصير دم بالشوارع وحرب اهليه، وهذا اللي تسعى اليه احزاب السلطه لتقضي على الثوره. الثوره ما ماتت ولن تموت، مستمره، وهناك تحضيرات وتحشيدات لهبه اكبر مما سبق. هاي واحد قضيه حضرتك دا تقول الموضوع التبنجه والشيعة وكذا، هذا كلام غير صحيح طبعا، بعيد عن الحديث بالطوائف، الكلام هذا غير صحيح. العراقيون يعانون بكل محافظة عراقية، بالجنوب ولا بالغرب ولا بأي مكان، هناك معاناة تقع على المواطن العراقي، فقط المستفيدين هم اللي ساكتين، لكن الأغلبية يعانون من فقر، من بطالة، من جوع، من إهانة، من اعتداءات مستمرة، من انتهاكات مستمرة من الأحزاب والميليشيات. والأصوات اللي تطلع من الجنوب هي أكبر دليل أنه بعد ما يتحملون، ولا يوجد أصلا موضوع عبر تخدير يقبلوها او يتقبلوها مره ثانيه. سعد من الكويت تفضل. يا هلا بك، حياك الله بك استاذ محمد. اولا المجتمع يريدون اداء يحقق مطالبهم واهداف المجتمع يا استاذي. ايضا يا استاذي بالنسبه احنا يعني نتساءل، يعني هي مسؤوليه البرلمان والحكومه. وكذلك مثلا وزير سابق مثلا يعني يجب محاسبته يا استاذي. بالنسبه عن اذا ارتكب اخطاء او تجاوز، يعني كذلك ايضا نتمنى من الجمهور يعني يصوتوا للبرلمان القادم للوجه الجديد، لاننا مللنا الوجوه القديمه، كل من ترشح رد مره ثانيه 20 سنه 35 سنه وهكذا. ايضا يا استاذي كذلك يعني بالنسبه يعني اذا كان وزير عليه تجاوزات سابق لا يجب إعادته للحقيبة الوزارية. وغير مقبول. تحياتي لكل البرنامج الرائع. شكرا جزيلا لك يا أستاذ. شكرا جزيلا سيد سعد من الكويت. معنا السيد شاكر من بغداد، تفضل يا شاكر. السيد شاكر من بغداد موجود؟ فقدنا الاتصال. طيب طبعا مشاهدينا الكرام، مصطفى الكاظمي قام بإجراء تغييرات في بعض المناصب المرتبطة بقطاع المال والاقتصاد في العراق. هذه التغييرات اللي سواها مصطفى الكاظمي حتى تفهمون طريقة عمل هاي الحكومة، ورغم الوعود اللي دينطيها مصطفى الكاظمي للعراقيين، لكن السياسة مستمرة بموضوع تبديل الوجوه، نفس الوجوه، عملية تدوير. التغييرات اللي صارت: تعيين غالب مصطفى غالب التابع للتيار الصدري محافظا للبنك المركزي. الآن من التيار الصدري المتهم بالفساد هو ونوابه ووزراءه مقتدى الصدر، الآن هناك تابع جديد من أتباع التيار الصدري صار محافظ البنك المركزي. سهى داود الياس رئيسة للهيئة الوطنية للاستثمار، منها العزيز الحبوبي أمين لبغداد، سالم جواد الشلبي مدير لمصرف المصرف العراقي للتجارة، حسن حمزة وهو من حزب الفضيلة رئيس لهيئة الأوراق المالية، علاء جواد حميد قيادي بائتلاف دولة القانون التابع النور المالكي والمعروف السوى بالعراق وبفلوس العراق، صار رئيس لهيئة النزاهة. طيب النائب السابق كامل الدليم انتقد التغييرات اللي أجراها مصطفى الكاظمي، وأشار إلى أنه اعتمد نفس الأخطاء لمن سبقوه عبر إعادة التدوير والابتعاد عن الكفاءة. طبعا من ضمن التغييرات أيضا سامي المسعودي أصبح رئيس لهيئة الحج والعمرة قيادي ميليشيا الحشد. طيب من معنا الآن؟ السيد أبو ياسين من بغداد، تفضل يا أبو ياسين. تحياتي لك أخوي على قناة الرافدين. حياك الله كل الهلا. أخي هي أمريكا وإيران اتفقت مع هؤلاء دولة محاصصة وليس دولة وطنية، حكومة وطنية. هم اتفقوا معهم عدم البناء وعدم الزراعة، عدم الصناعة، يسوون فارزة بين الشعب العراقي بين الطوائف. القتال يعني صنعوا يعني وبدون ما تقول لهم أمريكا وإيران. فأخي هؤلاء أريد أقول لك يكون واحد وطني يخلونه ويقود العراق، لأن هم مبنيين بناء على طائفية، على كراهة للشعب وللعراقيين.
فأخي نعم. هؤلاء يعني يخلي الشعب العراقي يقتل إيده من يمهم. يعني هسه هاي اللي يطلعون مظاهرين من اللي جاي يقتل بهم هي الحكومة. نعم. وأرد أقول للجيش والشرطة إذا عندكم غيرة على بلدكم نعم. فطلعوا من هاي الحكومة لأن أنتوا عملاء، أنتوا جاي تدافعون لأمريكا وإيران وتدافعون لأعداء العراق ضد العراق. نعم نعم. فأقولهم رأيك بالتغييرات نعم. أبو ياسين، رأيك بالتغييرات اللي سواها مصطفى الكاظم ببعض المناصب ومناصب مهمة جدا، من ضمنها موضوع محافظ البنك المركزي من التيار الصدري، ائتلاف دولة القانون نعم. ائتلاف دولة القانون بعضو جديد الآن قيادي بالائتلاف صار رئيس هيئة النزاهة، يعني رئيس هيئة النزاهة نعم. من ائتلاف دولة القانون، مصطفى الكاظم ايش ديسوي؟ نعم. أخي هم هاي ديناتهم، هاي مثل طاولة الشطرنج، قلت لك ما يجيبون واحد غير نعم. إطارهم، كله داخل إطارهم، فيقنعون الناس الغشمة إنه إيه هذا بلكي راح يصير زين، هذا بلكي راح يسوي لنا شيء، فأخي هم جاي يضحكون على الشعب العراقي. نعم. فشوف يعني سبحان الله، يعني الحرامي واللي القاتل يمشي براحته، والناس الوطنيين ساكنة الفنادق وساكنة المقابر. يعني تدري أنا كم مرة أروح أباش يم المقابر مال بغداد؟ أنا ملاحق أخي، أنا هسه ملاحق. نعم. الله يكون بعونك. الميليشيات والمنافقين. الله يكون بعونك يا أبو ياسين. إن شاء الله. نعم. أنا فخور. ما طول يشهد لي الله والعراق. بس إن شاء الله نمشي ونظهر نعم. والناس تعرفنا، ما طول الله والعراق تعرفنا إحنا ناس وطنيين. إن شاء الله نقود البلد، وأنا أشكرك. شكرا جزيلا. أبو زينب من النجف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هذه المهزلة إقرار الموازنة نعم قبيل انتهاء العام أي. ومثل ما يطلقون عليها باسم موازنة تشغيلية للرواتب فقط صحيح، ما يستحون على أنفسهم. طيب بعد عام 2021 شو راح يقروها وشو راح تكون؟ نعم. ثانيا هذول اللي يجوا بالأحزاب كلهم حرامية باستثناء الحزب الشيوعي العراقي، وأنا الله شاهد ما منتمي إلى أي جهة، إنسان طيب. من الله خلقني من يوم مستقل. هذول جايين لتخريب البلد. هذول من حديثين نعمة، والنعمة الباطل النعمة الحرام، يعني مو نعمة الله مطيهم إياه. كل واحد شوف صورهم القديمة أول ما يطلعون واحد مبروك على الخير، شوفوا هسه بعد 5 سنين 10 سنين 15 سنة كل واحد الباب مفتوح من أكل المال الحرام. نعم. عاشوا بنعمة الله سياسة التدوير، تدوير المناصب، تدوير حتى شيء يصير الرأي العام، والله فلان رئيس وزراء صحيح اشتغل وغير الفاسدين والمفسدين. ما سمعنا لحد اليوم طلعوا ومفسد قالوا له تعال هاي الأموال اللي عندك منين؟ أنت رجال حسب القانون والدستور موظف. طيب. راتبك ما يتجاوز 10-15-20-30-40 مليون دينار. نعم. مو؟ أنت مين لك 20-30 فندق سياحي؟ مين لك 200 مدرسة أهلية؟ مين لك 20-30 محطة تعبئة وقود؟ هل يقدر مصطفى الكاظمي يسائل الأحزاب ويحاسبهم هم وأفرادهم على قانون أو وفق قانون من أين لك هذا؟ يقدر يطبق هذا القانون على نور المالكي، على هادي العامري، على مقتدى الصدر، عمار الحكيم، والأسماء والقائمة تطول جدا طبعا من الشخصيات اللي برزت بالما يسمى بالسياسة الحالية بالعراق وعندهم مليارات. ما يقدر يطبقها على فراش من فراشيهم مو على دول الحيتان الكبار. نعم. لأن هذول كلهم واحد يرفع الثاني. نعم. وأنا قلت لك هذول ما يجروا لمصلحة البلد، هذول البلد نهب أموال البلد. نعم. وجعل البلد دور في دوامة مفرغة وحلقة مفرغة ويبقى. يعني أبسط شغلة ما قدروا يسووها هي رفع الأصفار الثلاثة من العملة العراقية. يعني الدولار الدينار العراقي كان 3 دولار سقوط مو الآن الدينار العراقي نص ثلث ما زال. هاي سنة 31 لما تأسس الدينار العراقي
كان يعادل 487 دولار. وانظروا شمعي منزلق عطلوا الزراعة دمروها، عطلوا دمروها، المنافذ الحدودية، الانتاجات، الشركات الكبرى سواء كانت حكومية أو أهلية أو مختلطة، وكذلك المعامل والمصانع دمروا التعليم بالتعليم الأهلي، تعليم الأهلي المدارس الأهلية الآن ضعفين أو ثلاثة أضعاف المدارس الحكومية والمعاهد والجامعات. يعني شنو واحد خريج سادس إعدادي بمدرسة أهلية معدلة 57 ينقبل كلية هندسة طيب. و99 ما ينقبل. أنا أشكرك يا أبو زينب، شكرا جزيلا، أكتفي وياك بهذا القدر. معنا السيد أبو سيف من الأنبار، تفضل أبو سيف. أستاذ محمد الله يساعدك. الله يسلمك، حياك الله. شلونك أخوي العزيز؟ الله يبارك فيك، الحمد لله. أستاذ محمد يا حمادة، قبل يومين عارضين مساجين على الرافدين. شلون؟ جتنا معلومة عارضين مساجين على الرافدين. طيب. أبو سيف أنت تابعتهم يعني؟ أي والله. تابعينهم جماعة وجابوا لنا خبر والله. يعني فيديو يعني صورة يبقى. صورة لو خبر لو شنو؟ للأسف فقدنا الاتصال مع السيد أبو سيف من الأنبار، نرجو منه يعاود الاتصال بينا حتى نفهم منه أكثر اللي قصده. معنا السيد صباح من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الحكومة بعد هي يعني دايخة بدوامة، يعني ما جاي تحسم الأمور، يعني الناس رشحهم الكاظمي وحتى المتظاهرين أول أم علي أنه مقبول عند المجتمع والمتظاهرين رضم بهذا الاسم، ولحد الآن يعني الناس جاي تنظر إلى أنه يقدم شيء للعراقيين وينقذ العراق من الدوامة نعيش دوامة الفساد والمحاصصة الطائفية والتدمير البنية التحتية بالكامل من قبل الفاسدين. مصطفى الكاظمي يعني أصبح الآن موقفه ضعيف جدا وغير مرغوب به، يعني احنا نعرف ان هالفترة هاي هو يريد يماطل بيها الحين الانتخابات تصير، واحنا نعرفها انتخابات هي مرفوضة وراح تصير انتخابات مزورة في سبيل يسلم الأمور ويطلع. يعني هو إجا مرحلة إن مقبول من كل الأطراف السيئة والمتظاهرين، فما راح يقدم فتشي للعالم للعراقيين الكاظمي. يعني شخصية ضعيفة، هو لو صدق كان ضرب بإيد من حديد عند الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب. منو يضمن ولائهم إله؟ يعني أنت تعرف إنه بالعراق القيادات صاروا مقسمين بين ولاء لهذا الحزب وولاء لهاي الجهة، فمنو اللي يضمن إنه هاي القيادات إذا استعان بيهم حيوقفون وياه؟ طبعا أستاذ، إحنا نعرف كل وزارة الدفاع والداخلية هي مخترقة من قبل الأحزاب والميليشيات الولائية، ومو ولائها للوطن. لو ولائهم للوطن يعني قوات مكافحة الشغب وجهاز مكافحة الإرهاب وغيرها ما يضربون برصاص حي ضد المتظاهرين اللي هو جاي طالب، يعني نعرفهم هي ضاربة في يد الفساد. ولو صدق هو إنسان وطني ونزيه ويريد يشتغل بهذا البلد كان حاسب الفاسدين، كان تابع الأموال اللي سرقت، لا يتابع لي الشخصيات مثل المالكي ما يقدر يحكي وياه أو مقتدى صدر وجماعته أو فتح وغيرها. المفروض بي يحاسب الفاسد الأموال اللي سرقت واللي نهبت ويحولوها خارج العراق، لكن هذا الملف بعد لحد الآن عالق محاسبة الفاسدين وإرجاع المال العام اللي انسرق. حاليا هاي الأزمة الاقتصادية اللي احنا جايين نمر بها هي كلها سببها هاي المحاصصة والأحزاب الموجودة اللي مهيمنة على السلطة. يعني شفنا هاي تداول القمامة، مع احتراماتي، هاي المناصب الأخيرة اللي غير بيها بأمر منه، بأمر المصطفى الكاظمي. خالد العبيدي شلون يتقبل على نفسه من وزير إلى منصب أدنى؟ نعم. هي كلها شغلة محاصصة وتقسيمات وتقسيمات لأن كلهم نفس الملة، فالح العيساوي وغيره، وهاي الأسماء اللي طرحت البارحة واليوم على الهيئات وغيرها كلهم ناس فاسدين، هي نفسهم تابعين الأحزاب وتابعين الميليشيات
وتابعين من ضمن هاي العملية السياسية الفاسدة. فمصطفى الكاظمي ما راح يقدم فتشي للاقتصاد في سبيل ينهض بالعراق اقتصاديا وخدميا. هاي الخدمات الناس اللي قام تطلب بس كهرباء أو تطلب مي صافي صالح للشرب، مثلا أهل البصرة أهلنا بالجنوب يعني ما صالح للشرب ما عندهم، فمن حقهم يتظاهرون، من حقهم يتظاهرون ويطالبون الحكومة بمحاسبة الفاسدين. نعم. وتقديم ملفات الفساد وهاي المشاريع. طيب. نعم سيد صباح. وانجزوها كلها مشاريع وهمية ما قدموا فشي. أنا أشكرك سيد صباح من بغداد. يعاود الاتصال السيد أبو سيف من الأنبار. أبو سيف حياك الله تفضل. حبيب سيد محمد الله يساعدك. الله يبارك بك ويسلمك حياك. أستاذ محمد عندي سجين البارحة أرسلت الساعة 11 فيديو. ها. بالنشرة يعني بالداعش بالنشرة. إيه ألف رحمة عدل طلع فيديو. نعم نعم. أقدر أمتكل اسم. نعم. يعني لا تذكر اسمه. صورة وصوت. صورة وصوت. أيه. طيب نتواصل وياك بعد البرنامج. حتى نفهم طبعا هو الموضوع هي محمد يرحم والديك يرحم. نعم. والديك هي المقاطع اللي نحصل عليها طبعا هي يعني مقاطع متداوله بشكل عام يعني هو مو شيء حصري، لكن طبعا نتواصل وياك ان شاء الله يعني باللي نقدر عليه، لانه حقيقه الكثير من هاي المقاطع اللي تعرض حول المعتقلين والمغيبين هي تكون ايضا من ارشيف احيانا وتكون يعني لاماكن غير معلوم حقيقه الموقع المضبوط او الدقيق. خدمة صغيرة. تفضل. عارضين على فيديو ومسولف ويا قناة الرافدين. طيب. تمام. نتواصل وياك. ما اقدر اتذكر اسم. لا تذكر اي اسم. خلص اتواصل وياك بعد ما تنتهي الحلقة ان شاء الله. ماشي حبيبي. ان شاء الله. شكرا جزيلا. حياك الله. نتواصل وياه ان شاء الله ويا السيد ابو سيف باذن الله وراء نهايه البرنامج حتى نتكلم وياه بشكل مريح. السبب طبعا وهذا من نتائج حكومات ما بعد الاحتلال انه الرجل يخاف على سجينه انه يذكر اسمه بالعلن، لانه يعلم باللي يصير بالسجون والمعتقلات، واكيد وصل الصوره للجميع من تعذيب، من انتهاكات لحقوق الانسان، انتهاكات نفسيه وجسديه تمارس على المعتقلين وبالتالي بالعراق كله طبعا ليس فقط داخل المعتقلات، الموضوع بكل العراق اكو ترهيب وارهاب من الاحزاب والميليشيات، فالكل يخاف طبعا على حياه ابنائهم ومعتقليهم وحقهم، الله يكون بعونهم. السيد ابو فيصل من السعوديه تفضل. سلام استاذ محمد مساء الخير. مساء النور حياك الله. تحيه الجناب وكل الغناء وكادرها الطيب. الله يسلمك. حيا الشعب العراقي ثوره تشرين. الله يسلمك ويبارك بك. الله يحفظك استاذ محمد. بالنسبه استاذ محمد الفساد والاجرام وبالنسبه للخال انه هو فشل من اول يوم، لانه هو نفس سلف نفس عادل عبد المهدي، نفس المجرم الثاني العدادي، نفس نوري المهدي، هم كلهم كانوا ملكعين استاذ محمد بالشوارع. عندك نوري المالكي على حاكم فترتين حكموا الامريكان بالعراق مدة سنوات، كان يبيع كان بدمشق يبيع السبح ويبيع الشيء، لكن احترام للغناء ما اقدر اذكر بعض الاشياء. فهم كلهم خونه ولا ما يتغير شيء. بالنسبه للكاظمي، الكاظمي هو جابوه لك عون ما ولا يحل اي شيء. الكاظمي ما هو الا امتداد للاجرام ونحب العراق. لكن نحن لا نعود الا على الله ثم على الشعب العراقي يسقط هذا النظام البائس، وما هذول فهم هذول مجرمين لن يتغير شيء ولن يختلف ما يسمى بهذا دايس على السابقين. كلهم مجرمين وكلهم خوان وكلهم يشتغلون في دول معروفه عداء للعراق مثل دوله ابن العاهر الخميني، وهم كلهم اتباع النظام الايراني، وهذا حب ديول وتخيرك. شكرا جزيلا سيد ابو فيصل من السعوديه. طيب مشاهدينا الكرام نروح الان الى فاصل قصير ومن بعد نعود، خليكم ويانا. ماكو بلد بالعالم يعطي رواتب قد العراق. تجي قد نعطي احنا رواتب؟ نعطي في حدود 4 ملايين ونص رواتب موظفين، مليون ونص مال متقاعدين، تقريبا مليار و200 مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعيه، 100,000 امراه ارمله، بطاقه تموينيه،
مدارس ببلاش، تعليم ببلاش، كل شيء ببلاش. هذا الفقر هم كذبة. احنا هسه قاعدين نشتغل احنا بالعرفانة حتى نطلع العيشة، يعني علاقة نطلعهم 7000 دينار، يعني نشتغل بالعرفانة يوميا نطلع 7000 دينار نودي زلم حتى نستقبل احنا لنا مستقبل يكون. واحنا حتى نودي نسوان الكرو 500 دينار ونودي زلمة كرو 1000 دينار حتى يكون مستقبل لنا. ابكي على مدرستي وادور انا عيشة. هذا الفقر هم كذبة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا من تشوفون هذه العامري يتكلم بكل ثقة يقول هاي الفقر، موضوع الفقر هاي أكذوبة كلها كذب. ونشوف أنه التصريحات الحكومية تقول بأنه مثلا لجنة التخطيط الإعمار، التخطيط والإعمار النيابية أو وزارة التخطيط تتحدث عن 40% من العراقيين تحت خط الفقر. الأمم المتحدة تتكلم بنفس الرقم. جنين بلاسخارت تحذر أن العراق سيصل إلى مرحلة 40% من العراقيين تحت خط الفقر، واللجان الحكومية طبعا تتكلم عن نسبة 50% من العراقيين تحت خط الفقر. نباوع هاي التصريحات اللي يطلعون بكل ثقة يتكلمون وكأنه لا يوجد حياء، لا يوجد خجل من التصريح الغير صحيح، التصريح البعيد كل البعد عن الصدق لما يطلع من هؤلاء. وصلوا إلى مرحلة بعد ما يفرق عندهم، يطلع كاذب أمام الناس، يطلع كاذب أمام الرأي العام، عادي الموضوع صار ما يفرق. طبعا نتكلم بقضية الموازنة، موازنة 2020. لجنة النزاهة أكدت امتلاكها ملفات فساد لجميع الوزارات بالعراق، أشارت إلى أنها أطلقت عليها الملفات التسعينية. ليش تسعينية؟ هسه نعرف التفاصيل. اللجنة قالت المقصود بالعقود التسعينية هي دفع أموال من الدولة بقيمة 90% من العقد و10% فقط للتنفيذ، فيما يتم عبر ذلك سرقة 90% من الأموال وتهريب أموال الدولة. شددت اللجنة على أهمية فتح ملفات الفساد والجرائم الجنائية الكبرى والكشف عن العقود التي أبرمتها الوزارات من عام 2003 ولحد الآن. طيب هذا كلام سليم من الناحية النظرية، من الناحية العملية يقدر مصطفى الكاظمي يطبق هذا الكلام؟ كل اللجان وإن كانت هي صراعات بين الأحزاب لكن ده تخرج بها معلومات واتهامات و تصريحات كلش مهمة وخطيرة. هل يقدر مصطفى الكاظمي يوقف ويا كل وزارة، واللجنة تقول كل الوزارات، يقف مع كل وزارة ويحاسبها على الملفات ويحاسب كل الوزراء الحاليين والسابقين عن الملفات اللي أبرمت بعهدهم من ملفات فساد، سرقة للمال العام وتهريب لأموال الدولة؟ يقدر يسوي هذا الشيء؟ طيب ليش ما دا يسويه وهو صار له بالمنصب أكثر من 4 أشهر لغاية هذه اللحظة؟ رسالة لدينا من السيدة فاتن من ألمانيا تقول السلام عليكم قناة الرافدين العزيز أستاذ محمد. بالنسبة للكاظمي إذا حسب كل اللي بحزب الدعوة ويحسب الميليشيات يعني الكاظمي جديد جدا. أنا ما فهمت شنو المغزى من الرسالة يا سيدة فاتن. عموما أنا أشكرك للمشاركة. رسالة من أبو حاتم من الموصل يقول بعد التحية والسلام، العراق تحت تصرف الاحتلال الأمريكي الإيراني وأعوانهم الفاسدين في الخضراء، القصد هو تدمير العراق والشعب وكل مؤسسات هذا البلد التعليمية والاقتصادية والأمنية. وصل العراق للانهيار هو الاحتلال الأمريكي الإيراني وشياطين الخضراء الكاظمي مثل سابقيه، يكمل ما بدأه عادل عبد المهدي.
هذولا ناس أسوأ من ناس ليس لديهم شعور بالمسؤولية، وحرام على الشعب العراقي إبقائهم هؤلاء والاحتلال وميليشياتهم في العراق. والسلام عليكم، شكرا جزيلا، وعليكم السلام. رسالة لدينا من أحد المشاركين يقول: مساء الخير أستاذ محمد، تحياتي إليك والكادر البرنامج الشريف، ورجاء أستاذ محمد هذول اللي موجودين بالخضراء هذول يجوي بالقوة، فلازم يطلعون بالقوة. أنا أبو يوسف من بغداد، تحياتي إليك مع التقدير. أبو يوسف أنا أشكرك طبعا للرسالة، ونذكر يا سيد أبو يوسف حضرتك ولجميع المشاركين من ضمنهم السيد أبو مصطفى من الموصل، كل المتظاهرين طلعوا بشعار السلمية. قد تشوفون أنه هو هذا الشعار ما دي يجيب نتيجة، لكن بالحقيقة هو دي يجيب نتيجة، دي أثر وإن كان تأثيره بطيء لكن موجود. هاي الطريقة شعار السلمية كشف أقنعة شخصيات كثيرة بالعراق، عراهم فضحهم، كشف حقائق هاي الشخصيات اللي ادعت التدين وادعت الإصلاح وحقوق الإنسان والحريات، كلها انفضحت وانكشفت بما فيها مرجعية النجف طبعا. يعني الأبرز ما طلع من مرجعية النجف بهاي الفترات الحرجة اللي مرت بها ثورة تشرين والدم اللي سال بالشوارع هو خروج عبد المهدي الكربلائي يحذر حكومة عادل عبد المهدي بأنه دير بالكم ليروح الحكم لغيركم. هاي إشارة واضحة من هاي المرجعية أن هي تقف مع الحكومة. وأيضا الموضوع اللي صار قبل لا يعني سويعات عن هاي التصريحات اللي طلعت من مرجعية النجف هي أيضا تؤيد الحكومة، رغم الأصوات الشعبية اللي تطلع تقول يعني كلا لحكومات ما بعد الاحتلال ويريدون يسقطون الكاظمي والنظام والأحزاب والبرلمان. القصد باختصار أن السلمية شعار رفع ويستمر المتظاهرون عليها برغبتهم وبإرادتهم. البيان اللي طلع من اللجنة المنظمة للتظاهرات قالوا بأنه هناك من يسعى إلى جرنا إلى حمل السلاح والعنف، وهذا خيار غير مطروح بالنسبة لنا ومرفوض تماما، لأنه هذا الخيار في مصلحة الأحزاب والسلطة. شكرا جزيلا أبو يوسف. من معنا الآن؟ السيد شاكر من بغداد، حياك الله شاكر. طيب السيد أم أزهار من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أحييك وحيي هاي القناة الحرة العظيمة وعامليها. الله يسلمك. بالنسبة أنت سأل السؤال، هل يستطيع الكاظمي يحاسب كل الوزارات بالخلل الموجود بها أو إيش قد يصرفون؟ ما يقدر الكاظمي. الرجل الشجاع القوي يلا يقدر، هذا ما عنده شخصية ولا عنده قوة. يعني هو الرئيس لازم يصير ما صفاته، يصير عنده يصير قوي، شخصيته قوية وما ينتمي لأي حزب وما يخاف من لا من حزب ولا من قيل ولا من هذا يوجهه ولا من ذاك يوجهه. هذا ما يقدر. هذا العصابات بس حشاية خوفوه، خاف سكت يعني. هو حتى السلاح ما أخذ منهم، راح يركض على أهل البصرة ويركض على القبائل وغيرهم. ما قدر هنا بغداد ما قدر يسوي أي شيء. فها يقول لك الرجل قوي لازم يصير عنده شخصية قوية ويلا يقدر يثبت وجوده وشجاعته، يلا يقدر يحاسب كل المتمردين والفاسدين. فمن اللي بيهم كلهم فاسدين، هم من 2003 إلى هسه كل اللي جونا باقة ونبوا. شيء ثاني، هو يقدر هسه عندنا احنا، هو ليش يروح يقدي او ياخذ اموال من البنك الدولي او اي بنك اخر؟ المفروض يجيب المبالغ اللي عندنا مبالغ بالخارج بالبنوك الخارجيه، ليش ما يجيبها؟ ليش ما يعني المال؟ يعني سيده ام ازهار، لما مصطفى الكاظمي يعين قيادي بائتلاف دولة القانون رئيس للجنة النزاهة، شلون تتوقعين انه هذا الشخص اللي هو رئيس لجنة النزاهة او مصطفى الكاظمي راح يقدرون يجيبون الاموال المهربة في خارج العراق اذا كان يعني كما يقال بالمثل الشعبي حاميها حراميها؟
يحوم حول الكاظمي. طيب. صار لفترة يحوم يريد يستولى، يريد ياخذ هذا المنصب ويريد يخلي من جماعته تستولي على الكاظمي، لانه ما عنده مكانه بال بال بالدولة، فمن جماعة الحزب مالته حزب الدعوة. اذا حزب الدعوة هو ده يشتغل هسه وهو حراميها، حراميها مثل ما قلت، حاميها حراميها. فاحنا ما نتأمل اي شيء من هاي الدولة، لا من الكاظمي ولا من المالكي ولا من الخزعلي ولا من هادي العامري ولا كل من الحفالات اللي اجونا من ايران، هذول كلهم حفالات تابعين إلى إيران، كلهم تابعين إلى مصلحة إيران، كلهم يشتغلون لمصلحة إيران. إحنا 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 نريد القوة مالتنا، وين القوة؟ وين شبابنا؟ وين جيشنا القديم اللي كان يهز الأرض هز؟ هذا اللي أملنا بالجيش السابق مالتنا، وبهذا الجيش اللي هسه هالشباب الحلوة اللي قاعد تناضل وقاعد تموت من أجل هذا الوطن. وأنا أشكرك. شكرا جزيلا. وللأسف ماكو تقدير حتى من هاي المؤسسات الدينية اللي سوت شعبية ما أدري شلون للدماء اللي سالت والأرواح اللي أزهقت بثورة تشرين، وكأنه كل التضحيات اللي صارت ما لها قيمة بالنسبة لهاي الجهات اللي للأسف بعد عندها أتباع. شاكر من بغداد، تفضل. شاكر من بغداد، فقدنا الاتصال بي، الرجل اتصل كذا مرة وإحنا خابرناه، يعني نعتذر، يبدو عنده مشكلة للسيد شاكر من بغداد بالاتصال. طبعا صحيفة الاندبندنت البريطانية خرجت بتقرير تتكلم بي عن الحلول اللي هي تراها نافعة للعراق بوضعه الحالي. الحلول الاقتصادية من وجهة نظر صحيفة الاندبندنت البريطانية حول الوضع في العراق، الحلول أمام حكومة مصطفى الكاظمي، تقول الصحيفة، هي تمويل الاقتصاد بالتضخم من خلال عملية تعويم العملة أو اتخاذ إجراءات تقشفية وتخفيض رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية. ذكر التقرير أن الخيار الأفضل هو تعويم العملة بهدف تحفيز الإنتاج المحلي والتقليل من الاستيراد الذي يستنزف اقتصاد البلاد. ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد العراقي دفع تكاليف باهظة في محاولات تثبيت سعر صرف الدولار جراء فساد نافذة بيع العملة في البنك المركزي. ويجي مصطفى الكاظم يجيب عضو من التيار الصدري لازم البنك المركزي. طيب، هل تنفع هاي الحلول مع العراق؟ موضوع الاعتماد على تعويم العملة وضخ الأموال بهاي الطريقة وتحفيز الانتاج المحلي، هو العراق والمصانع في العراق والمنتج المحلي العراقي أصلا مدعوم من الدولة حتى يحصل على مكانته، يقدر ينافس البضاعة الإيرانية أو البضائع الأخرى الأجنبية الموجودة في العراق؟ هل أكو قدرة؟ هل ستسمح الأحزاب للمنتج المحلي بالصمود بالدخول إلى الأسواق ومنافسة يكون بجودة أعلى وبسعر أقل؟ تسمح الجهات المستفيدة من الصفقات المبرمة مع التجار الإيرانيين وغيرهم من التجار الآخرين بإيقاف هاي التجارة والاعتماد على المنتج المحلي؟ تقدر حكومة الكاظم تطبق هاي السياسة أصلا في العراق؟ هذا سؤال. السيد عامر من بغداد، تفضل يا عامر. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تحية لك وإلى كادر قناة رافدين. حياك. حقيقة أنا أعرف نفسي باسمي وباسم الأمانة العامة للجبهة الوطنية لإحرار العراق، وتجمع أهل الكرامة وجبهة التيار الوطني وجبهة أكاي الوطني العراقي المستقل التركماني وثوار فريق تشرين. نعم. حقيقة يا أخي أستاذ محمد، الكاظمي لعب دور هو خرج من سلطة هذه الحكومة، والدليل على ذلك أول يوم الذي لبث فيه عندما قلده فالح التيار البدلة الخاصة بالحشد الشعبي. نعم. عظما بأنه خارج من رحم تلك الكتلة أو كل تلك الأحزاب. نعم. بالنسبة للفساد، هو جاء لكي يروج عملية وطائية نسميه بمعنى عام هو إخصائي تخدير لإطالة عمر هذه العملية السياسية. نعم. إلى ما بعد الانتخابات، وهي حقيقة سوف تكون تزوير هائل كما جرى في هذه الانتخابات السابقة. نعم. بالنسبة لعمليات الفساد، فساد هو نقطتين يعني. الفساد الأول رواتب ربحها أيضا تعتبر من الفساد. نعم. والدليل على ذلك حما أعطاهم راتب.
والفساد الثاني ما يجري الآن مؤسسة الشهداء قبل فترة تكلمت معك وكان مو موضوع الحلقة. طيب. ما يجري في محافظة الأنبار أكبر هو تشويه لسمعة الشهداء والجرحى الذين ضحوا بدمائهم. نعم. ما يسمى تزوير بإشراف البرلماني أو رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بإطلاق أكبر عدد من وجبات فاقت حرب العالمية الأولى والثانية. نعم. بتزوير معاملات والآن الأنبار لا يمكن لها أن تنتفض مع أخوانهم المتظاهرين في ساحات التحرير لأنهم تلطخت أيديهم بمال الحرام وهذا إفكار. أما بالنسبة للتغييرات السياسية التي عمل بها الكاظمي خلال البارحة واليوم هي إقناع هي عملية تدوير وكلنا يعرف أن الشيء إذا عاد صنعه خصائصه الكيميائية تتغير يصبح غير قابل للتحمل حتى لو كان أساسيات نايلون صالح طيب. العيساوي أو آخر أو غيرها لا يمكن أن يعمره. سؤالي لكل العراقيين كان الكاظمي يعمل في جهاز المخابرات وجهاز المخابرات على علم بالاغتيالات منذ أول يوم يعني أنه يدري من قتل ذلك ومن فرق بين السنة ومن فرق بالشيعة وهو الآن تحت تصرف جهاز المخابرات بعد أن تخرج الانتخابات سوف يرجع إلى هذا الجهاز. طيب وش قدم أصلاً هو بهذا الجهاز؟ لم يقدم هو أداة قتل وأداة تغييب ما جرى على الصغواوية كلها تعرف كلها تعرف أين أبناء الصغواوية لكنهم تسترون على ذلك من قبل يحيى المحمدي طيب. ومن قبل فارح العيساوي ومن قبل جاسم العسل. أنا أشكرك يا سيد عامر من بغداد شكرا جزيلا. قبل الختام مشاهدينا الكرام نذكر بتردد قناة الرافدين الجديد هو 1072 7 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.